لمناقشة تشكيل الحكومة التي منحها مجلس النواب الثقة، وبشأن التحديات التي تنتظرها وعلى رأسها رفض الشعبي لها وللعملية السياسية كلها. معنا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل، مرحبا بكم أستاذ مصطفى. إذا بما تختلف حكومة الكاظمي التي منحها مجلس النواب الثقة بما تختلف عن سابقاتها من حكومات الاحتلال منذ عام 2003 وحتى اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. حياكم. حكومة مصطفى الكاظمي، وأنا سميتها عصابة الكف الأسود لأن مصطفى الكاظمي اقتدى الكف الأسود في يوم تسلمه لمهامه، لا تختلف عن أي من السلطات التي شكلت في العراق منذ احتلاله عام 2003 إلا بالاسم. فهذه السلطة هي نتاج لعملية المحاصصة السياسية والعرقية والطائفية، وهي نتاج للإملاءات الخارجية سواء تلك المفروضة من إيران أو من الولايات المتحدة أو من كليهما. هذا هو يعني الوصف الحقيقي لهذه السلطة التي بالتأكيد لن تقدم شيئا جديدا وإيجابيا للعراقيين. ولكن الكاظمي كرر في أثناء خطابه في أثناء منح جلسة منح الثقة لحكومته أنه لن يسمح أن يكون العراق ساحة للصراعات، وربما يقصد الصراع بين أمريكا وإيران، الصراع المفترض. هل لديه القدرة في تنفيذ ما صرح به؟ يعني أولا، هذه الحكومة التي ستبدأ عملها أو بدأت عملها بشكل ناقص، لأن ثلث الحقائب الوزارية ما يزال شاغرا ويدار بالوكالة، كما قلنا لن تقدم أي شيء إيجابي وجديد للعراقيين، لأنها تعاني أو يعني شكلت والبلاد تعاني من أزمات خطيرة، أولها وأهمها الرفض الجماهيري الواسع، أيضا ملفات التصدي لجائحة كورونا، انهيار أسعار النفط، يعني الخواء الذي في الميزانية، الفشل في كل الملفات، وأيضا مسألة انتشار الميليشيات الإرهابية وتوزع الولاءات، ولاءات الجهات السياسية يعني على الخارج وتحديدا على إيران والولايات المتحدة. هذا هو سيدفع بالبلاد إلى أتون صراع سياسي عسكري وسياسي بالطبع لا علاقة للعراق على الإطلاق به. وبالتالي فكل حديث من مصطفى الكاظمي أو من غيره، وبصرف النظر عن النوايا لهذا الطرف أو ذاك، لن يكون حديثا جديا، لأن المعطيات المتوفرة في يد صانع السلطة أو صاحب السلطة عفوا معطيات غير كافية وغير يعني لا يمكن أن تحقق هذه الوعود التي وعد بها. أيضا الحقيقة المنهاج الوزاري الذي قدمه مصطفى الكاظمي يخلو تماما من أي آليات حقيقية لمعالجة هذه الأزمات الجوهرية والخطيرة في العراق. يعني هو ليس أكثر من مجرد عبارات إنشائية ووعود فضفاضة خالية من أي التزامات وأي توقيتات دقيقة ومحددة، ما يعني أنها عبارات يعني إنشائية ستذهب أدراج الرياح كما ذهبت وعود السلطات السابقة له. يعني كما تفضلت أستاذ مصطفى، ربما أهم تحدي الآن يواجه حكومة مصطفى الكاظمي هو نقص السيولة والأزمة الاقتصادية والمالية، وخصوصا الآن تبرز مشكلة رواتب الموظفين والمتقاعدين. كيف سيتعامل معها الكاظمي، وفضلا عن أزمة يعني الجائحة الصحية كورونا في البلاد؟ يعني هنا السؤال، كيف سيتعامل؟ يبدو أن عادل عبد المهدي رمى الكرة في ملعب الكاظمي بخصوص رواتب الموظفين والمتقاعدين. يعني هي تركة ثقيلة أورثها السفاح عادل عبد المهدي لخلفه مصطفى الكاظمي. والحقيقة أن موضوع الرواتب وموضوع مزاد العملة كلاهما
يكشفان عن حقيقة رهيبة في العراق، وهي أنه في ظل هذه الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالعراق وبغيره من الدول النفطية، ولكن بالعراق بشكل أكبر، لأن هناك تراكم للفساد والهدر والخراب والتخريب بالحقيقة المتعمد منذ 17 سنة، والسرقات التي لا تعد ولا تحصى والتي أهدرت أو يعني شملت أكثر من 1200 مليار دولار لحد الآن، من يعني المفارقة اللافتة للنظر أن فيما يعاني العراق بهذا الشكل المأساوي، ويعني حتى أن رواتب الموظفين والمتقاعدين الآن يعني تتعرض للتأخير الكبير. اليوم هو السابع من مايس ولحد الآن لم يتسلم هذه مشكلة صح. الشريحة الضعيفة رواتبها. نجد أن مزاد العملة يبيع أموالا من العملات الأجنبية بأكثر من دخل العراق اليومي. اليوم جلسة اليوم لمزاد العملة باعت نحو 178 مليون دولار، في حين أفضل يعني التقديرات لسعر النفط في العراق اليومي الوارد اليومي لا يصل إلى 50 أو 60 مليون دولار، في حين أنهم باعوا لهذا اليوم فقط 178 مليون دولار. هذا استنزاف كبير لثروة العراق ولإمكاناته ولرصيده ونقدي أو احتياطياته النقدية. هذا أمر متعمد وليس أمر يعني عشوائي أو حدث بطريق يعني الصدفة، كما تعاني كل دول العالم. هناك إصرار كبير ويعني متعمد حقيقة ومسبق على تدمير العراق نعم وتدمير احتياطاته واستنزاف موارده، وبالتالي هذه كلها أزمات يعني تتوالد وتتناسل، وكل سلطة تورث نعم هذه الأزمات للسلطة الأخرى. وادعاء عادل عبد مصطفى الكاظمي أن هذه يعني سلطة أو حكومة حل وليست حكومة أزمة، هذا ادعاء فارغ الحقيقة من المضمون، لأن كل المفردات تؤكد أنها سلطة أزمة. وأول هذه الأزمات هو نعم الرفض الحقيقي من طيب، الشارع العراقي الثائر. طالما ذكر أنها حكومة حل بخصوص قتلة المتظاهرين، هل تستطيع حكومة الكاظمية تقديم قتلة المتظاهرين نحو 1000 متظاهر إلى العدالة؟ لا يمكن على الإطلاق أن يحدث هذا. يعني سبق أن رأينا الكثير من الوعود ومن اللجان التحقيقية، ابتداء ربما من مجزرة من يعني مسلخ ملجأ الجادرية وغيره، ومرورا بكل المآسي التي شهدها العراق طيلة السنوات ال17 الماضية. وجدنا كثير أعداد هائلة من الوعود ومن اللجان التحقيق، ولم يجد العراقيون أي أثر وأي نتيجة لكل هذه اللجان التحقيقية. أين ذهبت اللجان؟ أين نتائج اللجان التحقيقية في جريمة قتل الزوار في جسر الأئمة؟ أين نعم جريمة التحقيق في ملجأ الجادرية؟ أين جريمة التحقيق؟ أين نتيجة التحقيق في كل الجرائم التي ارتكبتها سلطات نوري المالكي وإبراهيم الجعفري من قبل وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي؟ وهكذا سيمر الأمر وستمر الأيام، ولن يحقق هؤلاء أي نتيجة للعراقيين. النتيجة الوحيدة التي يمكن أن يحققها شعب العراق هو من يح... ما... لشعب العراق هو ما يحققه الشعب بنفسه عبر هذه الثورة المباركة التي سبقتها طبعا العديد من الانتفاضات في 2011 وفي 2013 وفي نعم 2017 الجنوب، وفي يعني كل الحقيقة نواحي الخارطة الجغرافية للعراق هناك دائما رفض تام وشامل لهذه العصابة التي تسيدت على العراق وتحكمت به بأمر المحتل الأمريكي والإيراني. شكرا جزيلا لك عبر سكايب، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر سيد مصطفى كامل.